مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نزوة، والذي نقدمه احتفاء بنزوة عاصمة للثقافة الإسلامية عام 2015. مشاهدينا الأعزاء، حديثنا اليوم عن الحارات العمانية القديمة. نتحدث عن عبقرية العماني في إنجاز وصنع هذه الحارات. نتحدث عن العوامل السياسية والاجتماعية والدينية التي أثرت في نشأة هذه الحارات. حتى تتابعوا المزيد من هذا الجانب، تابعونا. مشاهدينا الأعزاء، مرحبا بكم مرة أخرى، واليوم نبدأ معكم على طاولة الحوار نطرح موضوع الحارات العمانية القديمة، وبالخصوص نتحدث عن الحارات النزوانية. معنا على طاولة الحوار الأستاذ علي بن حمود المحروقي، مدير القلاع والحصون بوزارة التراث والثقافة. مرحبا أخ علي. خلينا نبدأ أخ علي في بداية حوارنا، نشرح للناس كيف تنشأ الحارة. طبعا موضوع نشأة الحارات في سلطنة عمان وفي العالم بشكل عام بدأت منذ بدء الخليقة. الإنسان في العصور الحجرية القديمة بتوفر الموارد المائية والموارد الأخرى كان يعيش في الكهوف، أو كذلك في الأحراش، بسبب توفر الموارد المائية وكذلك الحيوانات التي يصطادها الإنسان في تلك الفترة. من ثم في العصور التاريخية اللاحقة، وبالأخص ما قبل الألف الرابع قبل الميلاد، نلاحظ بأنه بدأت تتكون نوع من نمط المعيشة على شكل قباب وعلى شكل كذلك خيام من أغصان الأشجار، أو كذلك الإنسان يستخدم الأشجار وتغطيتها بالأغصان وما إلى ذلك. تغيرت المادة اللي يستخدمها لصنع بيته بالمادة والموقع كذلك. والموقع. نعم. طبعا الموقع من الكهوف انتقل إلى الأكواخ. الأكواخ بالنسبة للمادة، وكذلك بالنسبة للموقع يعني من الكهوف الجبال وما إلى ذلك انتقل إلى السهول وضفاف الأودية والأنهار آنذاك. تبدأ مرحلة كذلك أخرى، وهي نمط البناء والمنظم المتعدد المرافق، وبالإمكان ملاحظة هذا النوع من الأنماط البناء في على سبيل المثال في موقع رأس الحد ورأس الجنس. اكتشف في هذه المواقع الأثرية استخدام الإنسان في تلك الفترة للقوالب الطينية، كذلك النسيج العمراني في 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 الألف الثالث قبل الميلاد ظهرت عليه ما يسمى بتعدد المرافق. ونتتبع التطور إلى أن نصل إلى الألف الثاني والألف الثالث، لنلاحظ في بعض المواقع كموقع سلوت وموقع منال، المواقع الأثرية كذلك كشفت لنا عن ظهور عناصر معمارية مثل الدهريز والباحات، كذلك السلالم بدأت تظهر بشكل واضح هذه العناصر المعمارية، إلى أن وصلنا لما نلاحظه اليوم يعني في منحارات قائمة وتحكي عن أصالتها وكذلك عن عراقتها. تكلمت عن بعض المفردات الدهاريز والسلالم، لو تكلمنا بشكل أوسع عن البنية أو تشكيل الحارة العمانية. نعم، بالنسبة لبنية الحارات طبعا تقوم على عوامل، منها طبوغرافية الموقع، كذلك المبادئ العادات والقيم الدينية والاجتماعية، كلها تدخل في تشكيل الحارات. وبالأساس يمكن أن نعطي موضوع البيئة حجمه الأكبر، لأن البيئة هي انعكاس لواقع الإنسان
ومحيطه كذا. وايضا الحاجه هي ام الاختراع، كلما ايش محيط بك في بيئتك يجعلك تخترع اشياء مناسبه لك. اكيد اكيد دكتوره. لو تكلمنا اكثر عن ان الانسان العماني في تلك الفتره في العصور القديمه برغم عدم توفر المعدات عنده، ما درس هندسه، ما توفرت الخرائط، لكنه ابدع في انشاء المباني الموجوده في هذه الحارات. حدثنا عن هذه العبقريه او هذا الابداع لدى الانسان العماني. طبعا دكتورة، يعني هذه الخبرات تراكمية وتنتقل من جيل لجيل، بالرغم من أنه لا توجد لدينا مخطوطات أو كتب تدلل عن 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 تناقل هذه الخبرات من جيل لجيل، إلى أنه فعلا بالنسبة للعمارة وهندسة العمارة وكذلك يعني هندسة الأفلاك، الأفلاك قائمة في عمان منذ آلاف السنين، ولا توجد لدينا كذلك يعني مخطوطات لها كيف قامت وكيف شقت، إنما هي تراكم خبرات من جيل إلى جيل وتنتقل بهذه الطريقة. خلينا نتحدث عن الحارات النزوانية، كيف أثرت الحالة السياسية الثقافية الدينية الاجتماعية في الحارات النزوانية؟ طبعا لا شك أنه العوامل التي ذكرتيها دكتورة تؤثر بشكل كبير وواضح على 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 مجمل الحارات وفي كل المواقع. بالنسبة للحارات النزوانية، الحارات النزوانية تشكل ما نسبته 20% من تعداد الحارات في السلطنة بشكل عام، وتشكل أكثر من 34% كذلك من تعداد الحارات في محافظة الداخلية. أكثر من 100 حارة مسجلة في سجل الحارات بوزارة التراث والثقافة، تتعدد فيها التضاريس، منها الحارات المبنية في الجبال بالحجارة أو بالحجارة والطين، كذلك الحارات المبنية في السهول على ضفاف الأودية في النتوء الصخرية. هذه الحارات بشكل عام تعطينا كذلك يعني دلالة واضحة للعوامل السياسية، للعوامل الاقتصادية، للعوامل الاجتماعية، وكذلك طبعا العوامل الدينية لا شك لها أثر كبير في تشكيل الحارات. الحارات النزوانية الخصوصية تتمثل في حارة أو ممكن نقول قرية العقر. قرية العقر تضم 6 حارات، وهي طبعا مركز للحكم وكذلك للعاصمة، هي مركز العاصمة آنذاك، لذلك نجد أنه 6 حارات في محاطة بسور واحد، فهذا المميز في الحارات في نزوة، ما يميزها بالذات كذلك أو بشكل واضح في مركزها في حارة العقر أو قرية العقر. قلنا كل العوامل الثانية، خلينا ندخل على العامل الإسلامي، ظهور الإسلام، العصر الإسلامي كيف أثر على الحارة العمانية؟ طبعا العوامل البيئية مثل ما ذكرت سابقا لها الدور الأكبر في تحديد شكل وبنية الحارة. بالضبط. تبقى المبادئ الدينية أو ما يسمى بفقه البنيان، يقوم على قواعد، طبعا قواعد تنظم العلاقة ما بين المجتمع وما بين السلطة وما بين المهندسين، في تطبيق قاعدة لا ضرر ولا ضرار. فمن هذا المنطلق ينشأ ما يسمى بفقه البنيان. ألا يدخل من ضمنه وجود المسجد، وجود مكان تعليم القرآن ضمن الحارة؟ ما في شك دكتورة، في هذا الإطار بيتم تخطيط القرية، موقع المسجد، موقع السوق، موقع كذلك المزارع، موقع بعض الحرف التي ربما تصدر أصوات منها، ضوضاء، تلوث، فدائما يعني ينظم فقه البنيان هنا موقع هذه المرافق ومدى تأثيرها على المجتمع وعلى الناس بشكل عام. تكلمنا عن الحارات النزوانية، هل اختلفت الحارات النزوانية من حارة إلى أخرى أم كانت متشابهة في معظم المفردات؟ في معظم العناصر متشابهة،
يبقى الفارق المميز هو في الحارات أو القرى التي تضم أكثر من حارة، بالإضافة إلى بعض الحارات، بالإضافة إلى ما يسمى بعلم السكان. يعطينا على سبيل المثال بالنسبة لحارة العقر أو قرية العقر، نجد بأنه أكثر من 61 قبيلة في هذه القرية. هذا يدلل طبعا على أهمية القرية، على مركزها، على كذلك العوامل الاقتصادية والسياسية ومدى تأثيرها في تخطيط القرية نفسها. ودائما كانت باعتبارها العاصمة، فكانت مركز جذب للكثير من القبائل لكثير من القبائل. لا خالي، نطلع فاصل ونرجع لك مشاهدينا، نطلع فاصل ونعود نكمل الحوار. مرحبا قابوس يا حيه، مرحبا يا قايد عماني. هو موال شاعر عماني عشق بلاده، وهي حروف خرجت من قريحة مبدع. إنها الأمسية الشعرية الثقافية احتفاء بنزوى عاصمة للثقافة الإسلامية، وفيها أينعت كلمات الحب والولاء لعمان وسلطانها المفدى. لجل عين المعظم بن سعيد انثور، قسم بالله نعم لو بس بيده شار، حرام رضاعت العيز علينا تصور إذا الجبال ما صارت قصار قصار. اللجنة سعت من خلال هذا البرنامج إلى تنويع تنفيذ البرنامج بحيث يشمل معظم محافظات السلطنة، وبحيث يلامس احتياج الجمهور. فعندنا أمسيات ثقافية، عندنا أمسيات شعرية، عندنا ندوات، عندنا محاضرات، بهدف التعريف بهذا البرنامج، وبهدف أن ينتشر البرنامج في معظم محافظات ولاية السلطنة. وقد عبرت قصائد الشعراء الأربعة عن حب الإنسان وعشقه لوطنه، ملامسة بذلك إحساس الحضور، قبل أن تعرج الكلمات على ميادين الثقافة والحضارة، متمسكة بجزالة المعنى وبلاغة اللفظ، ومطلقة العنان لمخزون شعري كبير يزخر به شعراء عمان. طاب صبحك يا البلاد وطبتي بعيني وطن، ما أساوم به ثمن، كون يا ولدي سبع، كون يا ولدي سبع، جرح في عين الزمان يموت ما يعرف وجع. الاحتفال حقيقة بنزوة كعاصمة ثقافية في العالم الإسلامي، في البداية طبعا ركزت على الشعر، والشعر له محبيه، وحقيقة من الفنون الجميلة في السلطنة بشكل عام. ومن خلال أيضا تواجدهم في البريمي أظهروا شعراء في البريمي، أيضا ظهرت في القصائد الكثير من نوع من التجديد، نوع من الحس الوطني ربما للمناسبات الموجودة في الوقت الحالي. وقد كان باب الشعر مفتوحا على مصراعيه، شعر النبط والفصيح وبطرق عمودية وأخرى حرة، كذلك تنوع بين الإلقاء والشلة، ليقطف الحضور بذلك ما شاء من بساتين الشعر والشعراء في هذه الأمسية الموسومة بروح القصيد. ولعل الشعر هنا قد اختلفت بحوره وأوزانه وقوافيه، إلا أن روح القصيد قد جمع الكلمات حبا وولاء لعمان وسلطانها، وصبها عسلا في آذان الحاضرين. عيسى بن خلفان الكعبي، محافظة البريمي. عدنا إليكم مشاهدينا الأعزاء لنكمل الحوار عن الحارات النزوانية مع الفاضل علي بن حمود المحروقي، مدير القلاع والحصون بوزارة التراث والثقافة. قبل أن نطلع فاصل كنا نتحدث عن مفردات الحارات النزوانية، هل تتشابه أم تختلف؟ في إطارها العام دكتورة طبعا تتشابه،
بشكل عام في العناصر الدفاعية، في العناصر العمارة المدنية، وكذلك العناصر الدينية. تبقى الخصوصية من حيث حجم هذه الحارات تختلف من حارة لأخرى، بالإضافة إلى موقعها وطبوغرافيتها. خلينا نتحدث عن أنه دائما نقول أن أي حضارة، أي تجمع سكاني يكون مصدره الأساسي وجود المصادر المائية، وجود المياه. في نزوة بالذات تحدثنا في حلقات سابقة أن الأفلاج، ما يميز نزوة هي أفلاجها. كيف أثرت الأفلاج في وجود الحارات النزوانية؟ ما في شك دائما المياه هي مصدر الحياة، وفي ولاية نزوة وبشكل عام دائما في كل المواقع الحارة تقوم إلى جانب مصدر مائي رئيسي، سواء كان فلك أو عين، أو إذا كانت بعض الحارات تقوم على مصدر الآبار. لذلك نقول بأنه أكيد التأثير المصدر المائي مهم، وفي بعض المواقع تقوم هذه الحارات بعد إنشاء الأفلاج. هناك حارات سميت على اسم مصادر المياه والأفلاج في السلطنة؟ أي نعم، أكيد في بعض الحارات، حارة العين مثلا سميت لنسبة لفلق العين. أي نعم، فكثير من الحارات نسبة لأفلاج. وجود المياه، وجود تجمع البشري، أكيد أنشأ قطاع زراعي. كيف كان الجانب الزراعي في هذه الحارات العمانية القديمة؟ ما في شك وجود المياه مثل ما ذكرت دكتورة مرتبط أو لنعيد صياغة الفكرة، الزراعة دائما مرتبطة بمصدر مائي، والحارات قائمة إلى جانب مصدر مائي، ومعيشة أو اقتصاد السكان الحارة مرتبط كذلك بمهنة الزراعة. صحيح. أو الرعي. لذلك تشكيل الحارة نفسها مرتبط بمحيطها، بالزراعة القائمة. إضافة إلى ذلك بعض المرافق في البيوت نفسها مرتبطة بالزراعة. على سبيل المثال توجد في كل بيت غرفة تسمى غرفة النضل، تستخدم لتخزين طبعا التمور، وكذلك تستخدم لاستخراج الدبس. موضوع ارتفاعات البيوت كذلك مساحتها مرتبطة بجذوع النخيل. فلذلك في ترابط واضح ما بين النشاط الزراعي وما بين تكوين وشكل الحارة. أحيانا تكون أيضا هناك يعني مثل بعض الصناعات القائمة على الزراعة تعمل على إدخال بعض المباني، بعض الأبنية داخل الحارة تابعة لهذه الصناعة، مثل صناعة الورد في الجبل الأخضر. أكيد هناك يعني يضيف إلى الحارة أيضا مصانع، مباني أخرى زيادة تتناسب والحالة الزراعية الموجودة في هذا المكان. ما في شك، أكيد بعض المرافق المرتبطة بالزراعة تحدد في إطار معين كأماكن تكفيف التمور. أيوة. أو بعض الفواكه، الحمضيات، بالنسبة للجبل الأخضر مثل ما ذكرتي أفران التقطير، كلها يعني عناصر مرتبطة بالزراعة ولها مكانها في الحارة. في بعض الحارات في النزوانية نشأت بجانب واحات زراعية، هذا صحيح؟ طبعا الحارة والحارات النزوانية دائما هي وسط هذه الواحات. وبالنسبة لقرية العقر وكذلك هي يمكن ميزة تحصينية، بأن الحارة بالإضافة إلى أنها تحيط بها الواحات توجد داخلها مزارع، كذلك مزارع النخيل لتوفير الغذاء في أوقات الحرب وما إلى ذلك. أستاذ علي، حدثنا عن مظاهر الحياة الاجتماعية في الحارة قديما، جعلنا نتخيل معك حارة عمانية أو نزوانية قديمة، ماذا يحدث فيها من المظاهر الاجتماعية؟ نحن نقول بأنه العمارة هي انعكاس للعوامل المتعددة، والعامل الاجتماعي من أبرز هذه العوامل، وتظهر بشكل خاص في النسيج العمراني، في كذلك وجود التنوع في المرافق التي تخدم مختلف طبقات المجتمع. السبلة على سبيل المثال كعنصر بارز
في الحارة العمانية. هذه السبلة لها كثير من الأدوار الاجتماعية في الترابط الاجتماعي، الكثير من المناسبات تقام في هذه السبلة، وهي عنصر مثل ما ذكرت بارز في الحارة، كذلك هو الصباح وغيرها من المرافق التي تتسم بالطابع الجماعي، بالطابع العام. يعني معظم هذه المرافق التي تتسم بالمنفعة العامة تجد بأنه العامل الاجتماعي ظاهر وبارز أكثر من العوامل الأخرى. في بعض الحارات العمانية القديمة هناك منازل ضخمة أو بيوت كبيرة، البيت الكبير يسمى. هل هذا عائد إلى الوضع الاقتصادي لهذه الحارة، أم أن هناك مختلف أنواع البيوت في حارة واحدة؟ ما لمسناه بالنسبة لي بشكل عام في حارات السلطنة، توجد ثلاث أحجام من البيوت: البيوت الكبيرة للطبقة الغنية في المجتمع، وكذلك للطبقة المتوسطة، البيوت المتوسطة، والبيوت الصغيرة للطبقة اللي هي العاملة سواء كانت في الزراعة أو في غيرها من المهن. فلاحظنا يعني في تنوع في المرافق في من ناحية الحجم كذلك. يعني ما يدل على أنه هذه حارة لمستوى اقتصادي معين وهذه أخرى لمستوى اقتصادي معين، وإنما الألفة كانت تجمع الجميع ضمن حارة واحدة. طبعا النسيج الاجتماعي في الحارات يقوم على خدمة المجتمع بشكل متكامل، على التكامل، على الترابط، والفوارق الاقتصادية عادة ما تذوب في الحارات، ما تذوب في الحارات حقيقة. ذكرت لي وإحنا نتحاور عن هذا الموضوع أنه أيضا هناك تأثيرات خارجية في نشوء بعض الحارات العمانية. طبعا يعني كيف يظهر هذا؟ كيف يبان؟ التورة طبعا بعض المواقع بسبب الترابط التجاري في فترات تاريخية مختلفة تظهر بعض العناصر المعمارية التي لم تكن موجودة سابقا، ووجدت بسبب الترابط التجاري والتبادل الوفود، وكذلك اطلاع الناس على الحضارات نعم المجاورة لنا كحضارة قائمة كذلك. فنلاحظ على سبيل المثال في فترة النباهنة وجدت بعض العناصر المعينة وانتشرت، كذلك على سبيل المثال بعض الأشكال المحاريب والزخرفة في المحاريب ظهرت في فترة يعني واستمرت، والتأثيرات الإفريقية في بعض الحارات كذلك يعني كانت بارزة عندما كانت عمان لها السيادة في البحر والاقتصاد كان منتعش، فهذه التأثيرات أتت مع التجار. سبالي نطلع فاصل ونعود نواصل. مشاهدي الأعزاء نعود إليكم بعد قليل. عند المدخل المؤدي إلى القلعة الشهباء، قلعة نزوى، حواسهم تسابق أناملهم وهم يطوفون بخيالهم الفني على معالم نزوى وشواهدها العريقة ليبرزوها برسالة فنية معبرة في ميدان الثقافة والفن بولاية نزوى. إنهم الفنانون التشكيليون. الفنان التشكيلي رسالته رسالة إنسانية، رسالة وطنية، حتى دائما أعماله دائما مرتبطة بالمناسبة. فنحن الآن يعني في هذا الميدان، يعني الفكرة أن نشارك وزارة التراث والثقافة احتفاء بنزوة عاصمة للثقافة الإسلامية، وطبعا الفكرة الآن العامة أنه يكون مزار فني سياحي يظل على طول في هذا الميدان الذي سيحتفى بتدشينه قريبا. يجري توظيف المكان لتصبح زواياه وجدرانه ناطقة بلغة الفنان، فلا حديث هنا اليوم إلا حديث ريشة الفنان وخياله الواسع، وهو يسكب أحاسيس مخيلته التي يطوف بها عبر ثقافة وتاريخ هذه الولاية العريقة. العمل الذي قدمت له هي لوحة، طبعا معروف أن أسلوبي كله بالحروفيات، فهو جسدت الواقع الموجود من العمارة والبيئة الاجتماعية في نزوة اللي هي من القلاع والحصون والبيئة الزراعية، بعمل هذه اللوحة بتكوينات باستخدام الحرف العربي. اخترت قبعة
وقلعة من وراء، وسميت اللوحة بيضة الإسلام. الميدان بما يحويه من رسومات وأعمال فنية جدارية وتشكيلات من المنحوتات الحجرية المتنوعة التي تعطي جمالا وثقافة فنية أخرى، سيقدم رسالة لزوار الولاية عما تزخر به من بعد ثقافي وتراثي وتاريخي عريق. نشر رسالة الفن التشكيلي، كل واحد على حسب اتجاهه الفني، فنحن عبارة عن لوحاتنا كلها من التراث، لأن نحن في عاصمة الثقافة وفي نزوة بالتحديد، فكل لوحاتنا أعمالنا أغلبيتها كلها تتكلم عن نزوة، فكل واحد يعني كل فنان هنا مشارك ما خض زاوية من زوايا نزوة وراس منها، بس مطورينها بأسلوبه الفني. الفنانون التشكيليون يواصلون وضع اللمسات الأخيرة على ميدان الثقافة والفن بولاية نزوة، والذي سيتم الاحتفاء بتدشينه يوم الاثنين الموافق للثالث عشر من شهر إبريل الجاري، وذلك ضمن برامج الاحتفاء بنزوة عاصمة للثقافة الإسلامية لعام 2015. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية، ولاية نزوة. مشاهدي الأعزاء، عدنا إليكم من جديد نتحدث مجددا ونكمل الحوار عن الحارات العمانية القديمة، ونستشهد بالحارات النزوانية. ومعنا الأخ علي بن حمود المحروقي، مدير القلاع والحصون بوزارة التراث والثقافة. مرحبا بك مجددا أخ علي. خلينا نتكلم أخ علي على هذه الجماليات في الحوار العمانية، في الحارات العمانية. ما الذي يميزها؟ أنت طلعت أكيد عن حارات أخرى في بلدان عربية كثيرة، ما الذي يميزها عن الحارات في البلدان العربية الأخرى؟ ما الذي يعطي للحارة العمانية خصوصية؟ الحارة العمانية تتميز بوحدة مادة البناء، فنجد بأنه النسق أو اللون يعني اللون موحد بسبب وحدة مادة البناء. كذلك النسيج الاجتماعي، الترابط، أثر في مورفولوجية الحارة نفسها بتميزها بضيق الممرات. نعم، كذلك البيوت ما توجد بينها فواصل، هي متلاصقة ببعضها البعض، وهذا فيها ميزة كذلك بيئية لتقليل درجات الحرارة، وكذلك يعني يساهم في الترابط الاجتماعي، لأنه في النهاية الإنسان ابن بيئته. حدثنا عن البيئة وعن المناخ، هل المادة الصلبة أو مادة البناء اللي كانت تستخدم لبناء البيوت العمانية مناسبة للحر والبرد في ذلك الفترة؟ طبعا أثبتت الدراسات بأنه البيوت المبنية في المناطق السهلية بالطين لها ميزة المسامية، مما يساهم في التقليل من درجات الحرارة في فصل الصيف، كذلك في فصل الشتاء هي دافية، والبيوت بطبيعتها في تكوينها في المرافق في الدور الأرضي عادة، في البيوت النزوانية بشكل خاص والبيوت في الحارات العمانية بشكل عام، تتميز بأنها قليلة المنافذ، وتستخدم في الشتاء لأنها دافية. تقصد شبابيكها قليلة. وبعض الغرف تكون بدون شبابيك بالمرة، لتوفير الدفء في هذه المواقع. يعني على سبيل المثال غرفة النضد لا توجد بها نوافذ، لجعل هذه الغرفة دافية وكذلك للمساهمة في عملية استخراج الدبس هنا. مع وجود كل هذا العدد من الحارات، واللي بلغت 1050 حارة من خلال دراساتكم في وزارة التراث والثقافة موزعة على مختلف محافظات السلطنة، إيش هي الجهود اللي أنتم بذلتوها لتوثيق هذه الحارات؟
الجهود تتمحور في طبعا في ثلاث محاور. المحور الأول كان بالتسجيل، تسجيل هذه المواقع، التنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الإسكان، وزارة البلديات، وزارة الداخلية وغيرها من الجهات المعنية لتوفير الحماية لهذه المواقع، لوقف الزحف العمراني على سبيل المثال، لتوعية الأهالي بأهمية تضافر الجهود للحفاظ على هذه العناصر المعمارية والعناصر التراثية الفريدة من نوعها اللي تتميز بها السلطنة عن غيرها من باقي الدول المحيطة بنا. بالإضافة للمرحلة الثانية اللي هي التوثيق، والتوثيق طبعا الوزارة يعني قطعت شوط كبير فيه بتوثيق هذه الحارات، كذلك إعداد خطط إدارة لها لتكامل الجهود في المستقبل وتوظيفها، التوظيف السياحي أو الثقافي أو الاجتماعي. بعض الحارات لا تزال حتى اليوم تستخدم في المناسبات في الأعياد كالعزوة وغيرها وغيرها. نعم. أنت ما من وجهة نظرك ما أنه في هناك بعض الضعف في او يعني ما في هناك قوه في الحفاظ على هذه الحارات؟ يعني في حارات عمانيه متهدمه، ما يعني ما تم ترميمها، ما تم العنايه بها، وهذه تراث، هذه جزء من عمان، هذه مصدر هام للتراث التاريخ العماني. دكتوره، الاجابه على سؤالك في المرحله الثالثه، المرحله الثالثة طبعا تمثلت في سعي الوزارة لترميم هذه الحارات. طبعا معنا ثلاث مشاريع متكاملة لحارات يتم ترميمها، العشرات إن لم أبالغ فالمئات من الحارات تم ترميم مساجد أو قلاع أو أبراج فيها. لذلك نقول بأنه في جهود، ولكن نسعى إلى تفعيل الجانب الثاني أو الطرف الثاني من المعادلة، الجهود الأهلية، جهود القطاع الخاص، طبعا المرافق أو البيوت بشكل عام هي ملك للأشخاص، صحيح، وملكية خاصة فيها. لذلك يتم التنسيق مع الأهالي في دعمهم لترميم بيوتهم، في توعيتهم بضرورة المحافظة عليها، كذلك العناية في صيانتها، في رفع الضرر عنها. إذا إيش المطلوب من هؤلاء الأشخاص اللي عنده في هذه الحارات بيوت متهدمة، بيوت هو يرغب في صيانتها بنفسه، وين يتوجه؟ طبعا الوزارة يعني لها برامج محددة في وفق الإمكانات المتاحة في دعم أصحاب هذه البيوت، ويعني لدينا العديد من النماذج الناجحة في ترميم بيوت أثرية، دعم أصحابها، والعجلة تدور في هذا. خلينا نقول مع جهودكم بتوثيق 1050 حارة عمانية، إيش هي أبرز الصعوبات والتحديات اللي واجهتوها في توثيق هذا العدد؟ وهل هناك عدد تتوقعون أعلى من الحارات العمانية؟ طبعا العدد الحالي يتجاوز 1100 حارة، ولا تزال عملية الحصر مستمرة وبالتنسيق مع الجهات المعنية. يعني حقيقة نسعى في المرحلة الحالية إلى توثيق هذه الحارات، بما أنه العوامل الطبيعية ممثلة في الأمطار، في غيرها من عوامل المناخ تساهم بشكل كبير في التأثير على هذه الحارات، وهذا شيء طبيعي وشيء ملموس في كل مكان. يبقى العامل البشري الذي يعني يمكن أن نؤطره، أن نحد من تأثيره، ويتمثل طبعا في الزحف العمراني الملحوظ، وهذه الكثير من الدول تعاني حقيقة في موضوع الزحف العمراني وتأثيره على القرى والحارات القديمة. والحمد لله نحن في عمان حقيقة يعني تسجيل أكثر من 1000 موقع يدل على أنه التنمية يعني إلى حد ما جنبت هذه المفردات، اهتمت بها وكذلك لأنه طبيعة الحارات مثل ما ذكرتي في بداية الحديث دكتورة أنها بعضها موجودة في واحات أو بعضها في جبال، فالحمد لله بقت متكاملة وحفظت حتى الآن. بعض المواقع في بعض الحارات لا تزال يعني بيوت معهولة من قبل عوائل عمانية، وهذا شيء حقيقي جيد وشيء ممتاز. يعني أبرز الأهداف اللي حققتوها من توثيق هذه الحارات؟
الأهداف حقيقة يعني عديدة ولا يمكن حصرها بشكل مختصر، ولكن بالإضافة إلى التوثيق طبعا إبراز العناصر المعمارية والاستفادة منها في التخطيط الحديث، توجيه المكاتب الاستشارية، العاملين في قطاع العمارة بالاستفادة من العناصر المعمارية التقليدية للحفاظ على الهوية العمانية في البيوت الحديثة، في المؤسسات الحكومية، في الشركات. يجب أن نستفيد من عناصرنا، من العناصر المعمارية لإبراز هويتنا. ما هي أبرز المشاريع القائمة لوزارة التراث والثقافة بخصوص الحارات العمانية؟ نعم، حالياً تقوم الوزارة بترميم حارة البلاد بولاية منح، كذلك تقوم بترميم حارة الجامع بولاية أدم، مؤخراً انتهت الوزارة من ترميم حارة السليف في ولاية عبري، والمشاريع متعددة في الحارات، تكون على شكل ترميم مرافق البارزة في الحارات، في القلاع الموجودة في هذه الحارات، الأبراج، المساجد الأثرية وهكذا. الأخ علي بن حمود المحروقي مدير القلاع والحصون وزارة التراث والثقافة، شكرا لك لصحبتنا اليوم بالحديث عن الحارات العمانية القديمة، وخصصنا الحارات النزوانية بالحديث على طاولة الحوار. شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا نعود إليكم بعد قليل. لطالما شهدت مجالس قلعة نزوة التاريخية برزة المسؤولين وذوي الرأي لمناقشة قضايا المجتمع وتطلعات أفراده وصياغة الحلول المناسبة لمختلف القضايا، وها هو المشهد يتكرر اليوم والذي يأتي متزامنا ونزوة تعيش هذا العام عاصمة للثقافة الإسلامية. كما يعلم الجميع، البرزة العمانية حقيقة مرتبطة بالتاريخ العماني، وهي موروث من أصيل، وجاءت الفكرة لإحياء هذا الموروث من خلال عقد هذه البرزة، والتي نامل أن تعقبها إن شاء الله جلسات أخرى احتفاء بنزوة عاصمة الثقافة الإسلامية. في مجلس البرزة يناقش الوالي اليوم مع مسؤولي القطاعات الحكومية ومع أعضاء مجلسي الشورى والبلدي ومع المشايخ والأعيان بالولاية مجموعة من المواضيع العامة في مشهد يعيد للأذهان تلك الصورة الجميلة للماضي العريق. المواضيع فهي مواضيع خدمية عامة، حرصنا على أن يكون المشايخ والرشداء وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والإخوة أعضاء المجلس البلدي متواجدين في هذه البرزة في لقاء عفوي صريح مفتوح لمناقشة العديد من المواضيع والقضايا التي تهم المجتمع. المشاركون في البرزة ينظرون إليها بأهمية بالغة، ويؤكدون أنها لا تزال تمارس بصورة أو أخرى في القرى والتجمعات السكانية العمانية وإن تغير نمط اللقاء. يجتمع في هذه البرزة والي الولاية والقاضي والأعيان والمشايخ والرشداء، ويقومون بمناقشة في مختلف القضايا والأمور المتعلقة بالولاية، ويتم طرح تلك القضايا عن طريق المشايخ والأعيان. البرزة هنا أبانا مضي عليها وأجدادنا مضي على البرزة، يعني ما في كان ما موجود وسائل مثل اليوم، يعني مثل هذه الكراسي، ومع البرزة هي برزة دائما باستمرار في طوال اليوم في أي قرية في أي مدينة من عمان. البرزة بصورتها الرائعة تحمل سمات المجتمع العماني، وتكرس بين أوساط المجتمع مشاعر التسامح والتوافق، وتعزز قيم المواطنة والسجايا الحميدة. البرزة تقليد عماني أصيل، حيث يناقش في البرزة كل ما يهم المجتمع من مواضيع اجتماعية واقتصادية وفكرية وثقافية، ولا تزال البرزة تمارس حتى اليوم في المجتمع العماني. سعيد بن ذيب الهنائي من قلعة نزوة، محافظة الداخلية.
مشاهدينا الاعزاء، نتمنى ان تكونوا قد استمتعتم معنا في هذا التجوال للحارات العمانيه القديمه وبالاخص الحارات النزوانيه. نتمنى ان نلتقيكم الاسبوع القادم مع موضوع جديد. الى اللقاء.